سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة غلوب رمضان. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما هديتنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت الملك القدوس، أنت الغفور الرحيم. تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا، وقرأت قرآننا. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من يعلم السر وأخفى، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متاع. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم اغفر لجميع موت المسلمين، اللهم اغفر لجميع موت المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اختم شهر رمضان برحمتك ورضوانك وبمغفرتك. اللهم ارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأحبابنا وأبنائنا. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وحلالاً وعملاً متقبلاً صالحاً. يا شافي يا معافي يا كافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أدخل اللهم أدخلنا الجنة الفردوس. اللهم اغفر لنا قبل الموت، ولا تحاسبنا بعد الموت، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا، يا غفور الرحيم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك اليهود والنصارى، اللهم عليك اليهود والنصارى والغاصبين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من اليهود والنصارى والغاصبين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد فلسطين، اللهم احفظ بلاد الباكستان، اللهم احفظ بلاد الباكستان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا في هذه الليلة الشريفة، تقبل قرأت قرآننا في هذه الليلة الشريفة يا غفور الرحيم يا أرحم الراحمين يا غفور الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا إنك أنت خير الرازقين، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.